اوكي. البنين بريست ديزيزز كمصطلح كلش كونفيوزنج بالنسبه للبيشنت. ليش؟ لانه اي يعني المريضه اللي عندها فد بريست بروبلم راح تعتقد نفسها انه خلاص يعني مثلا عندها فد لامب بالبريست زين. قبل كنا لما نحكي على البنين بريست ديزيزز هو الطبيب من يحكي على البنين بريست ديزيزز ويقول لها انه لازم انت نروح نسوي لك فد خزعة ونروح نسوي لك هيجي يعني من هذني الأمور. فهي البيشنت بحد ذاتها زين حتى لو أنتوا تقولوا لها أنه أنت عندك فد شيء حميد زين أو فد ورم حميد أو فد كتلة حميدة أو أي شيء هي راح تفكر راح تعوف كلمة حميد وتفكر بكلمة ورم زين تفكر بكلمة ورم. فلذلك يعني بالريسنت ييرز شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه غيروا تسمية مصطلح benign breast diseases زين بسبب انه دي سوي فت confusion لل يعني للمريضة. واضافة الى ذلك دي يخلي بعض المرضى يتعالجون او over treatment او ينطوهم فت pathological name يعني فت تسميات pathological الفت امراض معينة اللي هي تصير بالناس الطبيعيين اللي هي بالفيزيولوجي مال الومن ممكن تصير زين. فقالوا احنا بعد ما نسمي هاي الحالات benign breast diseases زين قالوا شنو خلينا نسميها؟ قالوا بما انه هي حالات physiological وممكن تصير على حسب العمر فخلينا نسميها aberrations of normal development and involution زين يعني تغيرات بالشغلات النورمال زين أو فد اختلافات بالأشياء اللي هي أصلاً normal. ليش؟ حتى أولاً ليصير confusion أوكي؟ بالنسبة للفيميل وحتى ثاني حتى تفتهم أنه هاي ترى ممكن تصير بأي فيميل. يعني مثلاً على سبيل المثال أي فيميل من الممكن أنه يصير عندها lumpy breast تلزم مثلاً أو تفحص فتحس نفسها أنه عندها فد يعني فد lumpliness نسميها nodularity. هاي نودولاريتي مو دائما يعني مو دائما أنا أقدر أعبر عنها بأنه هي ورم حميد. لا مو شرط أنه تكون ورم حميد أصلا زين يعني مو شرط أنه أنا أروح وأقول لها أنه هذا بيناين وشي لا أصلا ما أستخدم هاي الكلمة أقولها هذا نورمال فيزيولوجي زين. ده تفتهمون الفكرة العامة أنه ليش غيروا البيناين بريس ديزيزز وسووها سموها aberrations of normal development and involution. ده تفهمون الفكرة هي هاي اللي يسموها الاندي A-N-D-I Aberrations of Normal Development and Involutions. ليش صارت هاي الاندي وليش سحطوها بكتب الجراحة؟ السبب هو انه البيشنس زين البيشنس بشكل عام حتى لا يصير اكو confusion لانه هاي مثل ما قلت لكم تيجيكم واحدة lumpy breast زين نقول لها هذا في تكتلات حميدة راح تتخبل زين. بس لما تقولوا لها انه هاي فتحاله فسلجيه طبيعيه لا شويه راح تقل هاي الانكزايتي مالتها. مفهوم الفكره الى الان؟ اكو احد عنده في التساؤل او ما فاهم فكره انه ليش توصلوا الى هذا الموضوع او موضوع الابريشنز اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفولوشن؟ لو تمام لان هاي النقطه يعني هي نقطه غريبه حتى ما يحجوها دائما انه يجون رأسا ينطون موضوع الاندي وخلاص زين. بس هو ليش صار واضح هيدا بالنسبة لكم؟ اذا هاي يقول اوكي ممتاز زين اوكي. هسه تقولوا لي انت يعني شنو الاندي؟ يعني مثلا انا راح انطيكم فد مثال شوفوا يا هذا الجدول هذا الاندي كلاسيفيكيشن. شوفوا احنا عندنا ايج اقل من 25 25 الى 40 35 الى 55 زين. هنا مثلا على سبيل المثال بالايج اللي اقل من 25 عندنا البريست ديفلوبمنت النورمال بروسيس مثلا على سبيل المثال هو الديفلوبمنت مال اللوبيولز والديفلوبمنت مال الدكتس زين. فالابريشن اللي هو شوي هاي ماكو الخروج عن الطريق زين البسيط اللي صار هنا هو انه مثلا ممكن يصير عندنا فايبرو ادينوم زين او ممكن
بالستروما مال البرست نفسه بالكونكتيف تيشو مال البرست ممكن جوفينايل هايبرتروفي فيصير عندها مثلا يعني very large breasts gigantomastia يسموه زين هذا هم من يعتبر aberration. ما استخدم هنا أنا بعد كلمة حميد وخبيث وما أدري شنو هم حتى يقللون من استخدام هاي الكلمات. صوتي قطع استواني هسه أوكي كوثر زين يومكم أوكي زين. فالبرست ديفلوبمنت مثل ما دا نعرف يعني هو مثلا اللوبيولر زين او الدكتال ديفلوبمنت هذا دا يصير بشويه ابريشن من الممكن ان يؤدينا الى فايبرودينوم زين. او مثلا عندنا وحده عندها سايكليكال اكتيفيتي زين مثلا دا يصير عندها سايكليكال نودولاريتي وهي اشهر شيء سايكليكال نودولاريتي او سايكليكال ماستالجيا. فاني هاي ما اقول لها انه انت بيج فتشي حميد وخبيث وما ادري شو لا اقول لها هاي ترى فتشي اعتيادي ممكن يصير في بعض الومن زين هذا عباره عن aberration of normal development زين فممكن يصير ما اخوفها لانه البريست صراحه بالنسبه لما احنا نقرا يعني جراحيين المفروض قبل كل شيء زين انت لما تقرا المعلومه مو شغله انه تقراها وخلاص لا البريست مشكله ليش؟ لأنه كلش psychological بالنسبة للفيميل زين؟ يعني كلش associated with psychological trauma مو فقط من الماستكتومي اللي بعدين راح نحكي عليها أنه شون نعالج هاي psychological trauma لا وإنما من أنت أو أنت بس تقول لها أنه أنت عندك فدي مشكلة بالبرس رأسا يعني رأسا لو تقوم تبكي لو يعني أكفت psychological trauma زين؟ فلازم احنا نفهم يعني شنو سايكليك نودولاريتي هسه راح نجي نحكي عليها بالتفصيل زين اوكي. وبالاولد ايج همينا احنا لما نشوف انه بعض مثلا سيست ممكن يصير همينا يعتبر ابريشن زين. فقصدي اني هذا جدول ما مهم زين ويعني اصلا مو بيلي نهائيا هذا من غير كتاب فبس حتى تفتهمون انه اكو شغلات زين تغيرات بس بال يعني تغيرات عاديه زين تصير بالبرست. خلي هسه افهمكم شنو الاندي شنو الكلينيكال فيتشر مال الابريشنز هاي شغلتين اني اريد تعرفوها. اولا اللامبينس اوف ذا بريست او الماستالجيا. فهسه احنا راح نتعامل ويا شنو ويا حالتين زين. هسه يعني بس فهمتكم شنو كلمه اندي بس هسه اني ما اريد انه بعد تبقون هذا المصطلح ببالكم. هسه اريدكم تركزون على كيس راح تجي زين. فد وحده تجي تقول لك أنا عندي lumpy breast وحتى من الممكن إنه أنت تفحص زين تلقى lump. لما نقول إنه إحنا عندنا lumpy breast أو lumpiness تختلف عن ما إنه إحنا نلقى discrete lump زين. يعني مثلا أنت إجتك واحدة فقالت إنه عندها فد يعني تتلزم صدرها وتحس انه اكو كتل تكتلات زين. فانت اجيت قلت لها اوكي قعدي فحصتها لقيت ايه والله فعلا اكو مثل العقد موجودة بس انت من تلزمها الهاي هاي العقد مو ستوني هارد زين عقد فتشي بسيط وربري يعني هيك شون الربر شون المساحة زين هيك ربري تحسها صح صغار ومتفرقة موجودة بالبرس بشكل عام اوكي. فبهاي الحاله انت هاي اللامبينس اللي ده تكون موجوده راح تقول لها انت هسه يعني بيا دي من السايكل زين راح تقول اني يعني هي هسه بدت السايكل مالتها الجديده زين سايكليكال يعني وهي هسه بالسايكل. فبالتالي انت بهاي الحاله راح ترتاح نفسيا راح تقول اوكي زين خصوصا اذا انت فحصت بوث بريستس ولقيت الحاله بايلاترال زين. واغلب الحالات اللي يجون هيك يشتكون يقولون انه انا عندي لامبي بريست لامبي ده احكي على لامبي لما نحكي على لامب زين هاي بعدين راح نتناقش بيها انه لما تجي تقول انا حسيت عقده واحده
زين، سواء عقده بالارمبت يعني باللنف نود، او سواء عقده بالبريست مثلا تسوي فحص النفسها، هاي بعدين راح نسولفها بال يعني بالمالجنسي، ونفرق ما بين البناين والمالجنس. بس هسه دا تيجي وحده تقول اني دا احس عندي عقد هيجي يعني بصدري، فهاي برزنتيشن كلش كومن، وتجي للاستشاريه وتجي للعيادات وتجي لهاي. زين تيجي تقول اني صدري كله احسه بعقد، فاحنا نرتاح لما نفحص both breasts، ولما نلقى انه both breasts they have the يعني this lumpiness. زين طبعا اكثر شيء تلقوها وين؟ بالupper outer quadrants. زين بالupper outer quadrants of the breast. زين less commonly تكون confined to one breast، عاده تيجي bilateral. زين هذا البريست وهذا البريست، واكثر شيء بالupper quadrant من هنا وبالupper quadrant من هنا. زين اوكي، ف اللمبينس هاي it increases، تصير كلش prominent شو وقت؟ ويا وقت السايكل. اوكي ويا وقت السايكل. هذا هسه معنى ال معنى ال اللمبينس. زين او السايكليكال نودولاريتي. اوكي هسه فهمت عبد العزيز شنو معنى سايكليكال نودولاريتي؟ هي هاي تجي ويا سايكل وتجي بهذا البرزنتيشن. تمام، فهذا البرزنتيشن رقم واحد بالنسبة للأندي. يعني أنت بالامتحان واقف مثلا على سبيل المثال، وقرر أنت الكيس ما تكفر أضان برست وأكو يسووها، قرر مثلا أنه يسألك يخبث عليك مثلا يريد يسأل أندي. زين لأن الأندي أكو أسئلة بالجراحة شوية نحسة، أو الطالب يعرفون أنه ما راح يتذكرها. زين من ضمنها شنو؟ الابريشنز of normal development. اوكي فيقولوا له شنو اندي، مرات بس يريدون انه يعرف انه الاندي هي ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت، ويسالك يقول لك زين شنو يعني، تقول له دكتور تجي كيسين، يا اما تجي سايكليكال لامبينس يا اما تجي سايكليكال ماستالجيا، هذا يعني الاندي بالنسبه لنا مبدئيا. اوكي هاي الكيسين الاساسيه اللي تجي بها الاندي. لحد الان اكو اي شيء ما واضح بالنسبه لكم قبل ما ندخل بال يعني نكمل الاشياء وندخل بالماستالجيا؟ هسه يعني راح افهمكم انه هاي الكيس شلون راح تعالجوها. زين بس مبدئيا اكو شيء ما واضح؟ اوكي زين خليني نجي نسولف. اذا هسه الكيس اجتكم قالت لك اني عندي lumpy breast وفحصتها ولقيت انه هي عندها، وهي بدايه المنسريشن تقريبا يعني بيري منسترال. زين ماكو في الدي معين، هي رينج. تمام يعني مو في الدي معين بالسايكل. اوكي بس هي دائما تجي يعني بشكل متكرر each month. زين at the same time بغض النظر يعني من ومن الى ومن ممكن يختلف اليوم بالتحديد. زين بس هي بالنسبه للومن نفسها تجي at the same time each month. اوكي زين فالتريتمنت اوف lumpy اوف lumpy breasts شلون؟ اولا شوفوا ايش كاتب هنا، لازم الكلينيشن يكون confident اوكي انه he is not dealing with a discrete abnormality. زين انه هو ما يتعامل ويا لامب وحده، اللامب وحده هاي يعني واحد هاي ندخل بغير سالفه. زين لا اللامبينس زين يصير باليونج بيبل. زين الكبار بالعمر ممكن يصير عندهم غير نوع من الاندي. زين اللي هو نون سايكليكال ماستالجيا، اللي عاده بالكبار بالعمر ايش وقت يصير لامبي؟ ايش وقت يصير لامبي اذا كانوا، او ايش وقت نخلي احتمال انه يصير لامبي؟ اذا كانوا ياخذون هرمون ريبليسمنت ثيرابي. زين بس تجيش وحده ما عندها يعني مدى اولد بوست منوبوزال ومدى تاخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي. زين ويعني وتجيش عندها في البريست ايشيو، لا هنا نفكر بغير اشياء وبعدين نرجع. تمام اوكي انت وين وصلت ويانا حتى اعرف منين اعيد؟ من التريتمنت اوف lumpy breast. الهرمون
سألتني أفنان قالت ما تصير بالكبار بالعمر اللمبي بريستس اللي انقطعت الدورة عندهم، هي ممكن تصير إذا كانوا يأخذون، إذا تجيش وحدة بوست منابوزال وتأخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي زين، فبهاي الحالة تفكرين إنه الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ممكن يسوي نفس الأشياء زين، بس عادة تجيش وحدة بوست منابوزال ومدى تأخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي والأمور مالتها هيجي يعني وعدها فد لمبي بريس فيري رير زين اصلا يعني ما تجي عاده تكون عندها سيست لانه دي يصير انفوليوشن وليست لامبينس مثل ما نشوفها بالبريمينوبوز اوكي، فعاده ما تجي الا اذا كانت تاخذ هرمون ريبليسمنت زين. ودائما حتى مثلا هاي بالنسبه لللامبينس، هسه تساليني بعد شويه تقولي لي زين بالنسبه للماستالجيا، لان انت قلت انه انا قلت شغلتين يعني احنا ننتبه عليها سايكليكال نوديلاريتي وسايكليكال ماستالجيا، هسه اللامبينس قلنا ونفس الشيء راح احكي بالماستالجيا همين راح اقول لك انه اذا كانت ما تاخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي فنفكر بكل شيء يعني تتخيلين انه نفكر احنا انه اكو تشست وول ايشيو يعني مثلا اكو كوستوكوندرايتس زين قبل ما نفكر بالبرست، فنخلي البرست يعني شويه يعني نطلعه او ننزله بالليست لي جوا بالليست اوف ديفرنشلز. واضحه الفكره زين اوكي. فنرجع للكيس، فهسه اجتي وحده عندها لامبي بريستس زين، فشنو اللي هسه احنا راح نتخذه او شلون راح نتعامل وياها؟ اولا احنا فحصنا قلنا اوكي ارتاحين هسه نفسيا انه بوت بريستس دي ار لامبي الامور مالتها هي هسه بالدي اوف سايكل زين، فافضل شيء نسويها ممكن يعني وي سبورت ذس باي ان ندزها على فد ماموغراف او ندزها على الترا ساوند ماكو اي مشكله ولازم نسويها هنا زين، دزيناها ورجعت الامور طبيعيه اوكي خلاص. احنا انا هسه نقول لها لا تقلقين نهائيا، انت ما عندك فد مشكله زين، هذا هو يعني بالبرست هو انت عندك ويا الدوره البرست شويه تزداد حجم العقد اللي بي زين، فخلاص لا اكو يعني تكتلات ولا اكو شو اسمه يعني كل شيء ماكو، ما عندك اي تيومر زين ماكو، هذا مو اورام وتشرحي لها هذا الشيء زين. فاحنا شنو نقول لها؟ كلها اوكي وحتى نتاكد زين، واحنا ولو احنا متاكدين بس حتى نتاكد تعاي، او ما نقول لها هذا الحكي، ممكن نقول لها بس تعاي راجعينا ورا 6 ويكس. ليش ورا 6 ويكس؟ يعني تقريبا راح تكون بالميد اوف ذا نيكست سايكل زين، فبالتالي شنو راح يلحق وراح نفحصها بهذا الوقت، راح نلقى انه شنو it has resolved by that time زين، it has resolved by that time، فعاد خلاص احنا نتاكدين 100% انه هاي كل شيء ما بيها زين ك treatment of lumpy breasts زين. فهنا شوفوا اقروا هاي الحكايه اللي راح احكيها لنهايم بايلي زين، شوفوا ايش كاتب، وهاي اهميه انه الواحد لما يحكي ويا المريض يكون كلش confident وده يفتهم ايش ده يسوي. يعني there is a tendency for women with lumpy breasts to be rendered unnecessarily anxious زين، يعني انه احنا نقلقهم and to be submitted for multiple random biopsies زين for multiple random biopsies. why ليش هذا الشيء يصير؟ because the clinician lacks the courage زين of his or her convictions. لما دي يمتلك الشجاعة انه يتخذ القرار ويقول لها يا با ترى انتي ما بيك شيء زين، يظل الكلينيشن obsessed زين ويعتبر هاي اللامبينس هو لازم اخذ لها بايوبسي لازم مدري شنو، لا ماكو داعي. احنا ما دا نتعامل ويا discrete lump، ما دا نتعامل ويا lump واحدة، احنا دا نتعامل ويا lumpy breast بشكل عام زين اوكي. فمجرد انه انت فحصت لقيت انه multiple lumps bilaterally اللي هي جاي ويا وقت السايكل، ما هي premenopausal جاي ويا وقت السايكل، lumps مو هارد يعني شيء ربري وعادي وسمول زين، دزيتها على الالتراساوند رجع الالتراساوند تمام وما عندنا في المشكلة، او دزيتها على ماموغرافي رجعت في شيء كلش طبيعي زين، وخلص نشوفها لما تراجعنا بوقت هي ما تجيها دورة بي او يعني بالميد سايكل او غير اوقات راح نشوف انه راحت هاي زين.
ونشوفها انه تجيها وين ويا السايكل فقط فخلاص. بس اكو اطباء شنو اكو في الديكلينيشنز انه لا انت شلون لازم هسه ندزك على بايوبسي ولازم ادري شنو. فالمريضه راح تقلق اوكي وراح تكون كلش يعني سبميتد فور انسيسري بايوبسيز وهي كلش انكشوس راح تصير على شنو لانه الكلينيشن ما امتلك الكورج انه يقول لها انه يتخذ هذا القرار ويقول لها خلاص انت ما بيجي زين. واضحه الفكره؟ فمو دائما اني يعني لازم اسوي ثرو فول انفستيجيشنز لا غلط مرات خصوصا بالبريسنج. قلت لكم الانكزايتي بالنسبه للفيميل دمار زين. فالمفروض واحد قبل كل شيء حتى لو هي عندها كانسر ما يخليها تصير انكشوس زين. اذا هسه لحد الان مفهومه فكره شلون تتعاملون ويا وحده اللي تجيكم عندها لامبي بريست تقول لكم انا عندي تكتلات بالبريست. اكو اي احد ما فهم اي شيء على هاي البوينت او اذا احد عنده اي سؤال خليه يكتبه قبل ما نروح على الماستالجيا اوكي. كلكم فاهمين اوكي. التريتمنت التريتمنت تجيش وحده عندها لامبي بريست زين. انت من فحصتيها ولقيتي انه هي عندها لامبينس يعني ما عندها فقط لامب وحده زين ما عندها فقط لامب وحده حتى نسوي لها التربل اسسمنت والدنيا ونسحب منها او ناخذ منها سايتولوجي وهاي. وهسه حتى نجي نحكي على عليها هاي حتى مرات حتى لو لامب وحده همين تكون انسر هسه بعدين نجي. بس هسه اذا تجينا وحده تقول اني دا يصير عندي لامبي بريست احس صدري بي هيك عقد تكتلات شلون ما تسميها المريضه تسميها تفحصيها تلقين انه هاي فد شيء رابري زين وموجود بكثره بالبريست مالتها وبايلاترال زين وسمول نسالها احنا مو يعني هذا ما دا اقول لك انه انت لا تقلق نهائيا لا بس شنو تساليها تقول انت هسه جايتك انت هسه يعني بالدوره مالتك راح تقول لك ايه زين. تقول لي لها مرات انه يعني تجيك ويا كل دوره هاي يعني كل دوره انت تحسين بيشي اكو ينتبهون واكو لا زين. اذا لا نقول لها لا تقلقين ندسها على الترا ساوند او نسوي لها الترا ساوند اذا موجود بالعياد او ندسها على ماموغرافي زين. طبعا اذا يونيلاترال او اذا سوليتري هنا بهاي الحاله هو صراحه مو شرط انه تقلقين اكثر. انت ما زال عندك لامبي بريست زين حتى اذا كان يونيلاترال دزيها على الترا ساوند دزيها على ماموغرافي ترجع الامور طبيعيه. احتاج وهي يونغ زين وما عندها ديسكريت سنجل لامب عندها لامبي بريست زين وجايتك شويه وقت الدوره فهمنا ماكو داعي انه اقلق اكثر. انا شو وقت اقلق اكثر اذا كانت ديسكريت يعني اذا كانت بس وحده مو تكتلات وعقد زين ده تفهميني شلون. فاذا كانت اكو بس وحده هاي اللي راح يخليني اقلق اكثر او هذا اللي راح يخليني اسوي اسسمنت بطريقه يعني ثرو اكثر زين. بس هسه بدنا نحكي على وحده ده تجينا عندها لامبينس زين. فاذا هنا ايش راح تقولي لها انت جايتك بهاي الحاله وهي يعني ويا السايكل فخلاص هسه راح تقولي لها لا تقلقين انت الالترا ساوند مالتك طبيعي فحصك طبيعي هاي ترى هيك شيء يعني هاي نفس البريست ايشو هذا مالتك يعني هذا هو نفس النسيج مال يعني مال البريست هو اللي دي يكبر ويا وقت الدوره وخلاص زين. تريدين انت حتى تتاكدين تقدرين تنطيها في موعد ثاني زين ترجع لك ورا 6 اسابيع حتى تكوني متاكده انه هي مو بوقت الدوره زين راح ترجع لك وبهاي الحاله راح تفحصي تلقين انه هاي مختفيه لا اكو لامب ولا اي شيء زين. واكيد تقولي لا تقلقين حتى لو تطلع لك مرت اللغ لا تقلقين هي تطلع وتختفي وتطلع وتختفي وذاتس ات. فهي المريضه راح كلش ترتاح والطبيب راح يكون متخذ القرار الصحيح زين. لان هسه ماكو عندنا اي انديكيشن انه احنا نسوي لها انفستيجيشنز اكثر من هاي اوكي. فهيك نسوي لها تريتمنت بس مجرد انه ري اشورنس ونقول لها هذا الشيء ماكو داعي تقلقين عليه زين. اذا هسه مفهومه بشكل عام اي واحد ما عنده يعني اي واحد عنده فد سؤال بباله اذا مفهومه قولوا لي يعني حتى نكمل على الماستالجي. اي نعم
إذا ورا 6 أسابيع أي. هنا إذا ما رجع طبيعي، إذا didn't involve، طبعا هم راح نسألها زين، أنه أنت يعني إحنا لي أولا أنت لازم تعرف الحكمة من 6 أسابيع. الحكمة من 6 أسابيع شنو؟ أنه أنت تجيك بوقت ما بيه ما عندها سايكل زين، حاليا بيه هي مو بالسايكل مالتها زين، فبالتالي إذا ما رجع طبيعي لا، وإذا كان باقي persistent، باقي persistent كبر أو بقى نفس الشيء تقول لها زين ما نزل أبد يعني، مو أنت مرات تشوف أنه لما فحصتها بالسايكل تلقاها كبيرة، لما تفحصها ورا 6 أسابيع تلقاها صايرة صغيرة، فهذا صار involution، هاي ما تقلق منه صح، ما رايحة هي completely، بس هاي همين ما تقلق منه، بس إذا بقت على نفس الحجم ونفس الحطة وأنت نفس الفحص اللي فحصته قبل 6 أسابيع حسه فحصته، بهاي الحالة زين ممكن يكون justifiable أنه مثلا تأخذ فد يعني cytology أو تأخذ فد يعني شو اسمه فد biopsy أوكي. وهم يعني قرار أنه أنت تتخذه بهالسهولة هم يعني هذا يعني مو قرار سهل زين، يعني هذا مو 1+1=2، لازم تفكر بأكثر من عامل، تفكر بالعوامل اللي هي عندها، هل هي عندها risk factors for malignancy ولا لا، ايش قد عمرها، هذا كانت كلش صغيره زين وعندها هيك لامبي بريست، حتى لو ورا 6 أسابيع ماكو فد مشكله يعني، يجوز اقدر انتظرها بعد وقت اكثر، يلا اقرر على انه اخذ لها البايوبسي. فهاي بهاي السيناريو اللي انت طرحته هسه زين، ما رجع طبيعي، اكو عندك طرق مختلفه ممكن تروح لها، وكل طبيب يعني جراح راح يجوز مثلا واحد يروح بالطريق A وواحد يروح بالطريق B زين، فقلت لك هاي تعتمد على الاكسبيرينس، تعتمد على الريزنينج، وتعتمد على اهم شيء تعتمد على الاكسبيرينس صراحه يعني زين، لانه بهذا السيتويشن 1+1=2 زين، يعني لان عندنا اكو مالتيبل، انت تقدرين تقيمين على التريبل اسسمنت اكيد، بس انت يعني هو اكيد انت يعني اذا اتخذ قرار التربل اسسمنت خلاص اكو جراح راح يتخذ قرار التربل اسسمنت زين، واكو جراح لا راح يقول خلي انتظر بعد اكثر، خلي انتظر فات انذر 6 ويكس وبعدين اقرر زين، اكو جراح يجوز عنده راي اخر. ف انت القرار مال التربل اسسمنت زين هل راح يتخذ الجراح ام لا، هذا اللي دا اقول لكم عليه زين، انه هذا هنا الاكسبيرينس تلعب الدور، ولا لانه ماكو 1+1=2 واضح. فإذا ورا 6 أسابيع ما رجع طبيعي حسب، وهو شون راح أكو جراح يتخذ هذا القرار وهذا القرار حسب الهيستوري مالتها، حسب هي إيش وقت المنار، إيش وقت يعني عندها أي ريسك فاكتور فور، هل هي نولي باريتي، وبعدين راح نحكي عليها طبعا ريسك فاكتور فور بريست كانسر، عندها أي ريسك فاكتور فور بريست كانسر، فاميلي هيستوري حتى لو ديستنت فتشي من هذا القبيل زين، فبهاي الحالة ممكن يكون justifiable، بس بغير حالات لا، ممكن ينتظر بعد 6 أسابيع همين ويشوف يسوي assessment للوضع. واضح؟ لا هي هسه احنا مدى نحكي على الماستالجيا، دا احكي فقط على اللامبينس زين؟ واضحة؟ هسه راح احكي على البين تمام؟ يعني بعدني مدى احكي على السايكليكال ماستالجيا، دا احكي على وحدة تيجي تقول انه انا عندي لامبينس دا تصير بالبرست، مدى تيجي تشتكي من الماستالجيا. اوكي الماستالجيا اذا هسه مفهومه، اكو احد عنده بعد سؤال؟ اوكي الماستالجيا نفس الشيء من الممكن انه يصير عندنا بالسايكليكال، يعني فشي نسميه سايكليكال ماستالجيا زين، نفس الشيء تيجي وحده عندنا تقول لي انه اني عندي دي يصير فد pain و tenderness زين ويا وقت السايكل، نقولها هاي دائما pain و tenderness، تقول لا مرات ويا السايكل زين، او اذا تجي اول مرة تقول لا هسه صار عندي، نسألها انت بالسايكل مالتش لو لا، هذا pain ممكن يكون يعني خلينا نقول اكو فد سايكل it disturbs her life، يعني لا تقدر تنام لان اكو tenderness زين، السكشوال اكتيفيتي اثر عليها، اللايف ستايل بشكل عام راح تتاثر اوكي بالسايكليكال ماستالجيا، فبالتالي احنا همنا نفس الشيء نقول لها لا تقلقين زين،
هسه أنا خلي أسألكم سؤال، تتوقعون أنتو البرست كانسر يجي with pain لو without pain برأيكم؟ بدون without بدون أوكي زين. إيش قد تتوقعون صحيح هو يجي يعني without pain لمن يكبر يبدي يضغط يعني، بس إيش قد نسبة الكانسر اللي يجي with pain تعرفون؟ أها 25% إيش قد تنطون أنتو نسبة برأيكم؟ seventy percent يجون with pain؟ لا، اللي يجون with pain زين هما 5%، تمام؟ 5% يجون with pain. 95% من ال cases of breast cancer راح يجون شنو؟ painless، خلوها ببالكم زين. فإحنا ال pain هل راح ينطينا فد يعني، هل راح يخلي فد alarm يدق براسنا؟ لا، مبدئيا لا، ما زال هي painful. It could be inflammatory, it could be infectious زين، it could be cyclical mastalgia, it could be chest wall related زين. يعني very uncommonly راح تكون شنو؟ راح تكون نتيجة للكانسر. فأول شيء احنا راح نفس الحالة أو initially لازم انه نسوي لها reassurance زين، okay انه symptoms مالتج ترى they are not associated with cancer زين، reassurance okay. ودائما لا تقول لها انه انت يعني هذا فد شيء سخيف او بسيط، لا، هي عندها pain دي يأثر عليها، نقول لها احنا نعرف انه هذا pain دي يأثر عليك زين، وهذا pain هو اكو بعض النساء لازم تشرحوا لها. شو تقولوا لها؟ تقولوا لها اكو بعض النساء زين باوقات الدوره اكو تغيرات بالتركيب مال البريست زين، لانه اكو تغيرات هرمونيه دا تصير، فمرات يؤدي اكو عند بعض النساء انه البريست يعني راح يصير شنو؟ مؤلم كلش، ولما تخي كلش يؤدي زين. اكو بعض النساء لا تطلع لهم عقد، فتشرحوا لها من راح هي تفهم المرض مالتها زين، من راح هي يعني توصل الى مرحله انه هي بدها تقتنع بالحكي مالتكم خلاص زين. بهاي الحاله انت سويت 90% من الشغل زين. لكن فالريشورنس ماجورتي اوف وومن والريشورنس يقول خلاص انا يعني طبيب قال لي وشرح لي وفهمني وخلاص، حتى لما راح ترجع مرت اللوخ يصير اكو بلاسيبو افكت عجيب غريب زين، انه هي ما راح تبدي تاثر، تقول اوكي عادي اتحملها اليومين ثلاثه زين. اكيد زين ممكن تيجي بوث، ممكن تيجي لامبي وسايكليكال ماستالجيا زين، بوث ات ذا سيم تايم عادي جدا تمام، ممكن تيجي عادي جدا تجي both pain and cyclical nostalgia okay. فقصدي فاحنا شو نقول لها؟ نقولها هاي خلاص، تقول لك دكتور مو اي دا اتأذى، نقولها اوكي احنا نعرف بس لازم تتحملين هالألم كم يوم هو بالدورة ويروح، بس انت شنو ننطيها نصائح، نصائح مثلا نقول لها انت حاولي تلبسين فد برا تكون خلال اليوم زين، تكون فد شي firm حتى لا البراست يتحرك ويسوي pain، لأن هو أكو تندرنس بالموضوع. هاي النصيحة الأولى. ونقول لها حتى من تنامين لا ماكو داعي تلبسين برا هيجي فيرم من تنامين، لكن لبسي مثلا هاي البرا السبورتس برا زين، حتى شنو؟ حتى البراست همينه ينضغط عليه وما يتحرك زين، حتى ما يصير أكو ألم during يعني sleep okay. فبالتالي لما تقولوا لها هذين شغلتين راح تساعدها بالسيمتومز، وانتو شارحي لها ومفهميها انه ترى هذا الشيء عادي، انت ممكن يجي عندك بين زين، فخلاص اغلب البيشنتس راح يكونون اوكي ما عندنا في المشكله، يقولون خلاص زين. اكو شغلتين ما متفق عليها بشكل كامل زين اوكي، ما متفق عليها بشكل كامل، لكن انه مثلا انتو تقولوا لها شغلتين، اولا تقطع القهوه زين، القهوة أو أي شيء بكافين بنسبة كبيرة، شافوا بالدراسات إنه
القهوة تزيد من الساكلك الماستالجيا. زين، فممكن ممكن واحدة من الأسئلة أن تسألها أنت تشربين قهوة، حاولي تقطعيها بهالأيام. أوكي. ونقطة ثانية بس قلت لكم هاي يعني ما متفق عليها، موجودة بس ما متفق عليها. والنقطة الثانية اللي لما تجي هي وعدها pain cyclical، هو انه تنطوها فتشي يسمونه البرايم روز اويل. زين، السموكر ما له علاقة كلش بال، زين، الدرينكس اكثر شيء الكافيين يعني القهوة. السموكينج ما له فد علاقة بالماستالجيا، يعني أنا بالنسبة لي ما قاري عن علاقة السموكينج بالماستالجيا. سموكينج هذا واحد، هذا بالدك تكتيزيا، زين، أهم شيء بالبرست، ويعني من تقرون برست وسموكينج ذكروا دك تكتيزيا أكثر شيء. زين، بس يعني ما له فد علاقة قوية بالماستالجيا. ماستالجيا لها علاقة بالكافيين. زين، فأكو مرات فيميلز ما راح يستجابون. أوكي، ما راح يستجابون. فاحنا treatment of breast cancer نخلي ببالنا اولا to exclude cancer، احنا هذا ممكن نسوي clinically. زين، او treatment of breast pain، سوري، يعني زين treatment of breast pain اولا to exclude cancer، هاي احنا حكيناها clinically. زين، ومثل ما سولف، فاهم شيء to reassure the patient. زين، اوكي، حتى اذا تريد تقول نقول لها استخدمي في الدفتر كتبي بي ايام. زين، او على مفكره كنت مثلا هذا اليوم انا ما صار عندي بريست بين، هذا اليوم صار عندي، راح تلاحظين انه البريست بين دي يصير عندك بايام الدوره، فهي راح ترتاح نفسيا تقول اي صدق هاي يعني انا فعلا سايكليكال دا اصير، يعني دي يصير عندي صدق ويا الدوره، فتبدي هي منها ترتاح نفسيا. زين، اوكي، ف allow time for reassurance to become active، يعني ريشور دائما. زين، adequate support مثل ما قلنا، firm bra during the day and a softer bra at night. Okay. What exclude caffeine. حد الآن قلنا فتشي ما قلنا فتشي، نفس الأشياء اللي هسه سولفنا عليها. Okay. نفس الأشياء اللي هسه سولفنا عليها. بعدين أكو إذا مثلاً ويا هاي الأشياء وبعد دي يصير عندها بين، ممكن نقول لها أكو ترى فد يعني فتشي يسمونه البرايم روز أويل. زين. Okay. طبعاً هذا ممكن يأخذ يعني حتى أورالي. أوكي، فأهم يعني ممكن يفيد، وريرلي كلش إنه ننطي دنازول وتاموكسيفين أصلاً الغوها من بالكم. زين، أوكي، الغوها من بالكم، لأنه هاي كلش مديكيشنات بعيدة، يعني دنازول أنتوا تعرفوه، أو اللي قارنة نسائية يعرفون دنازول. زين، دنازول يعني بي وأنتي أستروجينيك وبي تستوستيرون. زين، اوكي، يعني هو بروتستوستيرون، والتاموكسيفين هو يعتبر يعني وحده من الاستروجين ريسبتور موديفايرز. زين، فهذني كلهن لا تدخلون نفسكم بها. اذا هسه اللي اريدكم تعرفوه، وحده تجيكم عندها سايكليكال لامبينس، بس مجرد نقولها اوكي لامبين، يعني بس مجرد نريحها نفسيا. زين، خلاص، اوكي، لان هي ما تجي عندها بين. اما اذا جتي عندها pain واحدة أو pain with lumpiness أو whatever cyclical، راح شو نقول لها؟ راح نشرح لها الحالة كلها، راح نفهمها إنه هذا pain مالتش ترى عادي، لا تقلقين منه، هذا بسبب السايكل، فهمناها، سوينا reassurance بطريقة مضبوطة، نقول لها إذا تريدين تلبسين لبسي برا، زين، هاي البرا تكون firm يعني during the day and soft at night، وقطعي الكوفي بهذا الوقت، وإذا تريدين أختي primrose oil. أوكي، هاي للفيميل اللي كلش ده. هاي كل ما يتعلق بالتريتمنت اوف ماستالجيا. اوكي، اللي بدنا نحكي عليها السايكليكال. تمام، بدنا نحكي على السايكليكال ماستالجيا. اذا حد الان اكو واحد عنده مشكله بالاشياء اللي دا تصير بشكل سايكليكال، سواء كانت سايكليكال لامبينس او سايكليكال ماستالجيا، هي هذني الارني. اوكي، هو هذا الابريشن، هي هذني عفوا الانديز. زين، الابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفولوشنز. اوكي، هن هذني الاندي سايكليكال ماستالجيا اند سايكليكال شنو اند سايكليكال لامبينس. اكو احد عنده اي سؤال عليهم؟ وترى تيجي يعني بالكيسات تيجي هاي اكثر، مو بالامتحان يعني، اكثر من امتحانات تيجي بالحياه الواقعيه، يعني خصوصا الفيميلز
ممكن يعني يشوفوها اكثر من من الميلز، تجيكم واحده مثلا من اقاربكم او في شيء زين، واتوقع اكيد بيكم واحده يعني يعني سالي هذا السؤال سابقا صح ولا لا، انه مثلا جايتكم واحده على breast pain او على في شيء. فهسه مفهوم الفكره بالنسبه لكم بهاي كتبوا لي. ممتاز اوكي زين. اكو مرات فيميلز تجي نون سايكليكال اوكي، انت تجي ماستالجيا ما لها علاقه بالدوره، وهاي وين تصير مثل ما قلنا بالبيري مينوبوزال او بالبوست مينوبوزال اكثر بهوايه من ال من البري مينوبوزال زين اوكي. النون سايكليكال من الممكن انه يكون اسوسييتد وذ اندي، يعني نفس المبدا اللي يسويه همنا بطريقه نون سايكليكال ممكن تصير، لكن دائما احنا نخلي بالنا مثل ما قلت لكم كل شيء قبل ما نخلي بالنا البريست زين، يعني referred pain pain from musculoskeletal disorders او من اذن الاشياء الاخرى costochondritis ممكن زين او الى اخره. فكلش يعني rare البريست pain in postmenopausal women not taking hormone replacement therapy، ما ياخذون hormone replacement therapy is usually derived from يا أما ال chest wall أو من ال back أو من ال neck، بالحقيقة هو مو من ال breast أوكي مو من ال breast. ومثل ما قلنا about 5% of breast cancers they exhibit pain at presentation زين، but rarely هو ال sole presenting feature. فقلنا بس 5% of breast malignancies 95% منهم يجون without pain أوكي زين. طبعا أكو هذا just for صراحة the MCQs يعني هذا ما بيحكي clinical زين، بس حتى تفهمون تكونون يعني بالصورة. Bailey and Love كاتب the pathology of Andy على أربع شغلات، هاي ممكن تجي بال MCQ مثلا cyst formation ممكن يسوي cyst، fibrosis ممكن يسوي fibrosis زين، يعني انه ال elastic tissue يختفي ويتبدل ب fibrous trabeculae، هذا مجرد pathology يعني ما بي فد ربط clinical زين. cyst formation, fibrosis, hyperplasia, and papillomatosis. بس هاي خلوها ببالكم زين. cyst formation, والfibrosis, والhyperplasia of the epithelium, والpapillomatosis. يعني هاي شغلات pathological من ناخذ احنا pathology histopath زين للبراست اللي بيه عندي ممكن نلقى هاي التغيرات اللي بيه زين اللي تجي ويا السايكل. لكن انا ليش ذكرتها بالنهاية؟ هو ذكرها بالبداية بس انا ذكرتها بالنهاية لانه هي صراحة ما راح تساعدكم بفهم القصة وفهم المانجمنت. زين اوكي تمام، هاي كلها سولفنا لحد الان الامور تمام، ما عندكم اي شغله ببايكم؟ اوكي زين، نسولف على البريست سيستس زين. اي اكيد ممكن يصيرون سوء، قصدك البين واللامبينس أكيد إنزين ممكن يصيرون سوا، ممكن تجيك واحدة همينة هي لامبي وهمينة painful فماكو أي مشكلة، أو ممكن تجيك واحدة بس لامبي breast وممكن تجيك واحدة بس ماستالجيا أوكي. وهم feature بيها cyclicity باللي بالموضوع تمام. وهسه تعلمتوا شلون تسوون management وشلون تفكرون، لا تقلقون لا نفسكم ولا البيشنت إنزين من هاي الأشياء، يعني أنت حتى تفهم شلون you treat أو شلون you manage خلي تكون عندك دائما فد فكرة شمولية زين عن الموضوع. لا تفكر أبد أنه تقرأ موضوع من العنوان، لا أقرأ موضوع من البرزنتيشن أوكي، هاي راح تساعدك أنه تصير efficient أكثر زين أوكي. هسا نيجي نحكي على البرست سيست. البرست سيست أولا ليش دا تصير أولا السيست شو وقت تتوقعون تصير؟ بالأولد لو باليونج؟ تصير بالأولد. ليش؟ ببساطة because they يصير non-integrated involution of the stroma. يعني البريست تيشيو بشكل عام ويا يعني ويا العمر راح يبدي شي يصير بيه الستروما مالته زين، مو يعني كنالز هذني سؤال، لا الستروما مالته تبدي شنو تصير تضمحل وتصير involuted زين، ما يبقى firm ولا يبقى بفاته هواي ولا
فنتيجة للأبنورمال إنفوليوشن أو النون إنفوليوشن صراحة نون إنتجريتد إنفوليوشن يعني يصير إنفوليوشن من هذا المكان وده يبقى هذا المكان شوية بيه فراغ زين. فهذا المكان اللي بقى بيه فراغ إيش راح يصير؟ راح يصير سيست مستقبلية أوكي. فهي هاي البوينت مال إنه أنتوا تشوفون بريست سيست عادة يكون بالوومن اللي هن in the last decade of the reproductive life زين يعني ثلاثينات أربعينات عادة تمام. فهاي نقطة مهمة ليش؟ لأنه دائما واحدة من الأسئلة اللي دائما يغلط بيها يغلطون بها أغلب الطلاب هو أنه يجي بالـ MCQ مثلا أنه واحدة من الخيارات breast cysts زين occur in young women. دائما الطالب من يجي يقرأ breast أو يقرأ أي شيء يعتبر أنه إيه ما زال في شيء benign زين ما زال في شيء benign أنه فمعناته أنه هذا أكيد صحيح أنه يصير باليونج وومن. لا بهاي الحالة لا يعني أنت لأنه أنت دا تعرف هو البريست سيست شلون دا يصير. دا يصير نتيجة لأنه الانفوليوشن ما دا يصير عدل. إذن هو ليش صار انفوليوشن؟ لأنه هي أصلا وصلت إلى مرحلة last decade of reproductive life مفهومة؟ زين طبعا همينة of they are often multiple ممكن تكون يعني ممكن الانفوليوشن بس بهذا المكان مثلا ما صار بيه فالانفوليوشن مضبوط ممكن بأماكن متعددة زين فممكن يكون multiple وممكن يكون bilateral ممكن يكون unilateral زين كل هالأشياء. فسهلة جدا تجي نلزمه زين ما بي أي sign of يعني فشي عادي round وما بي أي signs of of malignancy راح ندز على ultrasound راح ندز على يعني ماموغرافيا أو ألتراساوند راح ترجع نفس الفيتشرز الطبيعية زين اللي حكينا عليها البارحة أوكي filled with fluid والأمور ما عندنا أي مشكلة بيها. فببساطة إحنا شنو اللي نسوي للبراسس هسه هنا يجي الشغل. أنت شنو اللي تسوي للبراسس هسه هاي عندنا زين هنا aspiration فقط لا أكثر ولا أقل. You aspirate the cyst تقدر أنت you aspirate under ultrasound guidance مثل ما هسه نشوف هذا النيدل زين ممكن تسوي under يعني under ultrasound guidance وممكن انه بدون يعني انت بس تلزمها اذا كانت خصوصا اذا كانت superficial ماكو داعي ultrasound رأسا تشوك او تسحب زين اوكي. شنو اللي اني ممكن اقلق يعني من اسحب اني اولا لازم تفتهمون انه هاي السيست اني يعني خلينا نقول ادز على سايتولوجي لو لا قبل الروتين اذا تبقى ممكن تاثر اذا انا متاكد زين مو هسه على فهمك ليش ات كان بي يعني ات كان بي اسبريتد اذا تبقى واحنا متاكدين انه هي بناين فخلاص ممكن انه نبقيها وذ ريجولار فولو اب زين زين فما راح تكون اكو بيها في التاثير قوي. لكن احنا حتى نتاكد نقدر شنو نسوي aspiration إذا أنه ليش نسوي aspiration لأن أكو بي شغلات. شوف أنت هسه عندك نيدل عندك ultrasound المهم يعني بغض النظر سواء ultrasound guided أو مو ultrasound guided أنت هسه تسوي aspiration زين فوت زي نيدل سحبت 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 خلاص. فهسه أنت عندك إيدك اليمنى وعندك إيدك اليسرى. إيدك اليسرى وين على البرست وإيدك اليمنى تشيل شايل السرنج اوكي. اذا بايدك اليمنى شفت السرنج بيها بلاد هنا لازم شنو لازم ادز على سايتولوجي لازم اشيك. اذا بايدك اليسرى هسه شنو فحصت ولقيت انه اكو لامب بقت زين اكو فد ريزيديوال لامب صارت اذا بهاي الحاله شنو بهاي الحاله ممكن انه احنا يعني it's advisable انه ناخذ histology زين فهمتوا شلون advisable انه نسوي نقلق شويه ونسوي investigationات اكثر مفهوم. فانت من تشوف كيس بسيطه سيست بسيطه زين تقدر تسوي لها aspiration تيجي بس تسحب طلع blood دزه وشويه يعني اقعد تفكر بالكيس طلع اكو residual lump بقت بالبرست همين يعني اخلي ببالي هسه هاي النقطة زين خلي ببالي هاي النقطة. اذا لا هاي طلعت بها blood طلعت clear
وماكو يعني ماكو فتشي زين بقى خلاص يعني كلش اكون سعيد اقول لها البيشنت ترى اوكي الامور هاي. راح تسالكم البيشنت هسه سؤال ورا ما خلصتوا هاي الابرش زين. هسه احنا الحمد لله بما انه طلعت هاي راح ترجع لي مرت اللوخ بيها مجال انه ترجع مرت اللوخ هي لو لا. فانتوا لازم تطوها في النسبة مئوية يعني. فش راح تقولوا لها؟ راح تقولوا لها اي بيها مجال انه ترجع بنسبة 30%. اوكي ممكن انه نحتاج مرت اللوخ يعني نسحب اذا رجعت. اوكي بس 70% هي ما راح ترجع. لا انت راح تحسين لامب زين. شنو اللي يقدر يفرق لك ما بين السوليد والسيستيك؟ الالتراساوند تمام. انت راح تحسيها لامب عاديه ما بيها فيتشرز اوف مالجنسي يعني مو ستوني هارد ولا اي شيء من هذا القبيل. هي لامب تحسيها يعني بناين لامب شكلها زين. بس شنو حتى تفرقين هاي بناين لامب سوليد بناين لامب لو سيستيك بناين لامب؟ هنا انا بهاي الحاله لازم شنو لازم يعني تاخذين يعني لازم تسوي لها التراساوند واضح. ورا الالتراساوند تقدرين تسوي لها اسبريشن حتى بس تتاكدين يعني تاكد تام انه ما يطلع دم وانه ما بقى فد شيء يعني جزء كان خاتل وراها او بقى فد ريزيدوال لامب بقت زين. فانت بهاي الحالات لا شويه اذا ما طلعت خلاص تقولي لها انه ترى اكو نسبه من الممكن انه ترجع. وفي حاله انه رجعت هنا همين لازم شويه واحد يفكر يقول ليش رجعت بنفس المكان شويه هذا خلي بالي زين. فاذا سايتولوجيكال اكزامينيشن هذا نقطة كلش مهمة. Cytological examination of cyst fluid is no longer practiced routinely. Okay. بعد مو روتين انه احنا اي cyst نسحبها ندس على cytology. If there is a residual يعني ماكو داعي. لكن اذا احنا ردنا نسوي لها زين. اذا كان اكو residual lump or if the fluid is blood stained ممكن هنا ناخذ يا اما لوكال اكسجن او كور بايوبسي مثل ما قلت لك انه هنا اذا طلع عندنا بلاد او طلعت عندنا لامب لا هنا لازم ناخذ كور بايوبسي زين. اوكي ونفس الشيء اذا يعني نفس الشيء يصير اف ذا سيست ريفورمز شنو ريبيتد يعني اذا ترجع نفس المكان اكثر من مره همنا لازم شنو لازم ناخذ بايوبسي. اوكي اذا لحد الان بالنسبة لنا السيست فشي يصير بالأولد مو بكلش بالأولد وإنما بالومن اللي هما يعني in the last decade of their menstrual cycle of their reproductive life يعني بري منبوز خلينا نقول ويصير عندهم سيست يعني lump هي lump حالها حال أي lump ما نقدر نميز تطلع بالألتراساوند إنه هي سيست زين. ممكن إنه نخليها ونعوفها ما تأثر وممكن إنه لا يعني نسحبها ومن نسحبها لازم نميز هل اكو بيها بلاد هل اكو ريزيدوال لامب لو لا. اذا اكو بلاد طلع لازم اخذ بايوبسي اذا اكو ريزيدوال لامب بقت لازم اخذ بايوبسي. عدا ذلك اقول له البيشنت خلاص انت ما عندك اي مشكله وهاي ان شاء الله ما ترجع بنسبه 70% ما راح ترجع بس اكو نسبه 30% ممكن ترجع وممكن انه نحتاج نسحب مرت اللخ زين. اوكي ومثل ما تعرفون احنا ليش اذا طلع بلاد او ليش اذا اكو ريزيدوال لامب لان نخاف من شنو من يا تايب اوف كانسر من السيست ادينو كارسينوما هي من اسمها سيست ادينو كارسينوما. اوكي هذا التايب اوف كانسر اللي نخاف منه هي عاده بالاولد وومن. اوكي فهذا بالضبط اللي بيصير انه دا يسحب. اوكي ممكن يطلع هيك فلويد يعني سترو كولرد زين. ممكن مرات الفلويد يطلع ما بين بين يعني ما لا هو كلش بلادي ولا هو كلش يعني سرو كولر وكلير زين وتربت فممكن هنا بهاي الحاله ندز على سايتولوجي از ويل. اوكي اكو احد عنده اي سؤال لو فاهمين ال ال البريست سيست تمام للكل. اوكي ممتاز. بالنسبة للون اي شبيه قصدك اللون اللي موجود هنا لو
بشكل عام. اللون اللي موجود هنا أنا مثل ما قلت شكله لا هو كلير زين وفتشي أصفر وواضح صح لو لا زين، ولا هو أحمر كلش ويعني كلش بلادي. فهنا أنت تمشي يعني ويا سايد الحذر زين، فشنو هنا بهاي الحالة دز على سايتولوجي زين، دز على سايتولوجي وتشوف إذا كان أكو بالسايتولوجي في مشكلة هاي. بس إذا كان يعني كلير بلادي لا هذا مو بس أدز على سايتولوجي، أدز على سايتولوجي ورأسا ممكن أخذ بايوبسي يعني أحضر البيشنت فور بايوبسي وأخذ لها بالفاين نيدل أسبريشن تكنولوجي اللي شرحناها البارح. أوكي واضحة؟ فبهاي الحالة إيه هذا اللون شوية يعني نص ونص فندز أحسن لنا. بس إذا طلع لك كلير يعني في شيء أصفر وده تقدر تشوف يعني ده تقدر هاي الأوبرا أو هاي السرنجة أنت كلير بالنسبة لك، ده تقدر تشوف حتى هاي اللي ورا مثل هاي الحد مال البرست هذا اللي ورا أنت ماذا تشوفه هسه ليش؟ لأن هذا تربت. بس أنت ده تقدر تشوفه خلاص هذا معناته ما بي سيلز ولا ار بي سيز ولا هم يحزنون. أوكي فبهاي الحالة ممكن ما تدزه أو ممكن ما تقلق، حتى إذا تريد تدزه هم هنا يرجع لك طبيعي. أوكي واضح الفكرة؟ أكو أحد عنده أي سؤال على الكيس أو الكيسز مال البرست سيست؟ أي اللي عنده أي كيس مثلا خلينا نقول تجاربة أو يعني سامع بكيسات أو شايف كيسات مستشفى خليه يكتب لنا. إذا سحب وطلع هواي دم باي، إذا قصدك هواي دم شنو هو راح يفوت تشوفين هسه أنت بهذا بالألتراساوند؟ أنت من تباين هسه حاطة الألتراساوند بروب هنا زين، فأنت عندك هسه هالكمية من السائل زين، ما راح تطلع أكثر من هالكمية، هو راح يسحبها كلها وخلاص زين. إيش وقت مرات يشك إنه طلع هواي دم لما ما دي يستخدم ألتراساوند بالغلط شو يسوي؟ يعتمد مثلا بس على يعني إذا هي سوبرفيشل فبالغلط يفوت بفين، لهذا إحنا من يعني من شوك لازم شنو نسحب بالسرنجة، لازم شنو لازم يصير أكو ضغط ما يطلع لنا إيش يعني هيك مو تسحبيها ما تهديها ترجع مرة الأخ هيك. أوكي فإذا كان بالغلط مو بألتراساوند وطلع له دم هواية زين، فقد يكون فايت بفين بالغلط، فايت بفين ده يسحب فينس بلاد. أوكي فلازم شنو بهاي الحالة لازم يتأكد إنه فات بالمكان الصحيح لو لا. فأفضل شيء طبعا حتى to avoid these kind of these يعني kinds of things هو أنه to do it ultrasound guided إذا متوفر موجود، هو متوفر موجود دائما. أوكي فدائما صراحة ويا الانجكشن، الانجكشن همينة يعني واحدة من السكيلز اللي you must learn من تفوت الانجكشن لأي مكان حاول أنه you pull a little bit بالبداية وشوف انت فايت بفين لو ما فايت بفين، خصوصا بالاي ام انجكشنز يعني متى تضرب ابرة بالعضلة حاول ان تسوي هاي السحبة هي تاك بسيطة يجوز ترجع، اذا ماكو خلاص هسه يعني you can inject زين انت صح ماليها فلود بس حاول تسحب، اذا ماكو خلاص هسه يعني inject. مفهوم الفكرة؟ يعني هاي واحدة من السكيلز او التريكس اللي ممكن تفيدكم بالانجكشن. هسه البريست سيست مفهومه؟ اوكي كلش ممتاز زين. نيجي هسه على موضوع الفايبرو ادينوما اللي هو كلش شائع زين، كلش شائع هو عباره عن تيومر. هسه هنا هاي ايش ده تجيكم؟ ايش راح تجيكم؟ راح تجيكم ديسكريت ماس او ديسكريت لامب، تجي
وحدة عمرها من 15 إلى 25 سنة، أوكي، حست بالغلط، يعني ممكن أنه هي تسوي examination، ولو يعني أكو يعني self-aware ويسوون examinations، وأكو لا مثلا by mistake هيجي يعني accidentally حست أنه أكو فد lump. هذا اللامب راحت على الطبيب فحصه، شنو الصفات مالته؟ الصفات مالته انه فتشي مثل ما قلت لكم شنو رابري، زين يعني شلون انتو من شلون مثلا دت لزمون مساحه، اوكي مثل المساحه فتشي رابري من تضغطون عليه ينضغط، مو قوي مو يعني ستوني، وتشوفون انه هو يتحرك بسهوله مو اتاتشد، زين فلكتشوانت والامور مالته كلش طبيعيه، زين يعني من تلزمون البراس هيجي زين يتحرك هيجي ماكو اي مشكله ملازق، ورابري انكونسستنسي، زين وصغير يعني فسنتيمين ثلاث مو فتشي هيوج، اوكي ف 2 تو 3 سي ام ان سايز، اوكي وهي عمرها صغير جوال 25 سنه. بهاي الحاله انت راح تقلق لو لا؟ بهاي الحالة احنا نقول لها اولا لا تقلقين، ولا احنا نقلق ولا انتي تقلقين مبدئيا، زين لانه هي بعدها يعني فتشي صغير بالعمر، زين وهاي most likely راح تكون فايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما طبعا الفايبرو ادينوما هي محاطة بفت كابسول، فبحيث انه ممكن بكل بساطة فت cosmetically appropriate incision، زين نفتح فتحة حوالين الأريولا ونفوت ونطلعها وخلاص. هسه اشوفكم صور، زين ف داز اسيت راح تسألك يقول لك دكتور شنو اني هسه ايش راح اسوي؟ انت طبعا هسه انت بس فحصتها مبدئيا، انت هسه النقطة الأولى سويتها فحصتها، الفحص قلت لها اوكي مبدئيا بالفحص الأمور تمام، بس لازم ندزج على هيك راح تسوي، راح تفحص بعدين لازم ندزج على شنو؟ على ماموغرافي او على التراساوند، زين او بوث، تقدر يو كان دو بوث، فدزها ترجع الريزلت همينه مال الالتراساوند ومال الماموغرافي الامور مالته طبيعيه، اوكي فهنا احنا بالنسبه لنا اذا كانت اقل من 25 سنه والامور مالتها هيك، فمن الممكن انه يعني حتى ما ندوخ نفسنا ناخذ سايتولوجي، بس احنا حتى انا دا افهمكم على نظام يعني النظام العام اللي هو التريبل اسسمنت، فحصتها سويت لها التراساوند وماموغرافي وبعدين رجعت سويت لها بايوبسي، هسه رجعت لك النتائج الثلاثه، نتيجه الفحص كلش طبيعي، قلنا رابري فتشي صغير 2 تو 3 سي ام رابري يتحرك ملازق فتشي، ولا مسوي اي تذرنج بالسكن ولا اي شيء من العلامات اللي راح نحكيها بعدين، زين دزيت على التراساوند الالتراساوند رجع طبيعي، زين شوينج اماس مثل ما قلنا فتشي ويل ديفايند ونوت انفيدنج سراوندينج ستراكشرز، زين والى اخره وسوليد يعني لانه فايبر ادينوما مو سيست، ودزيت على ماموغرافي همينه نفس المبادئ مال النورمال او ماكو مايكرو كالسيفيكيشن ولا اكو ايش، ونفس الماموغرافي البناين، اوكي فاجيت انت سويت هسه شنو؟ ماكو داعي اخذ بايوبسي صراحه، ممكن اخذ سايتولوجي. اني بالنسبه لي هسه راح اشرح لكم سيناريو هنا، هسه اول شيء خلي افهمكم السيناريو الاول، سويت هسه انت جيت سحبت زين سايتولوجي، صراحه بايوبسي يعني ماكو داعي تسويها، سحبت سايتولوجي والامور مالتك طبيعيه هسه رجعت لك، فهسه هذا يحتاج الى اكسجين؟ جواب طبعا لا، شو وقت فايبرو ادينوما داز نوت ريكواير اكسجين، ما يحتاج انه تشيلها، شو وقت يحتاج انه نشيلها؟ اذا كانت اسوسييتد وذ سسبيشس سايتولوجي مثلا، زين او اذا هي كلش كبيره واللي هي يعني ريرلي راح تكون كلش كبيره، زين او اذا البيشنت يعني هي ما نورمال كل شيء بس هي البيشنت انكشس، دا اقول لكم يعني هاي البيشنت ام البريست ايشو، فالبيشنت يعني كلش انكشس، زين ومن حقها انه تصير هي هيجي انكشس، لانه احنا بالعالم كله البريست والبريست كانسر هو فد مشكله دائما الناس كلها تحكي بيها، زين ف يعني or the patient expressly desires شنو
the lump to be removed. يعني إنه هي تقول لك دكتور أنا أريد أشيلها بعد ما أقدر. فالحالة ممكن تكون justifiable للأوبريشن. هسه هذا سيناريو رقم واحد. لكن خلينا نحكي بيناتنا بطريقة أكثر منطقية. أو في البوك على صح. نحكي بطريقة أكثر منطقية. أنت تجيك patient عمرها 16 سنة. زين 17 سنة. الكلينيكال اكزامينيشن كلش اموره طبيعيه ومثل ما سولفنا بالضبط يعطيك بيكتشر اوف فايبرودينوم. سويت الترا ساوند كلش يعني الفكره مالته او كلش الالترا ساوند رجع لك البيكتشر مالته كلش بناين. سويت ماموغرافي يعني حتى نسوي ماموغرافي بهالعمر ما يخالف زين همينه خلينا نفترض سويت ماموغرافي وطلعت لك البيكتشر مالته كلش تمام. اوكي السؤال بهاي الحاله انت راح تكمل وتسوي تريبل اسسمنت؟ يعني هل وحده 17 سنه تخليها تصير او تدخل بالتراما السايكولوجيكال تراما مال انه هسه هي تقعد ويتشكوها ويعني يسحبون منها سايتولوجي او حتى انه ياخذوا منها بايوبسي؟ زين فهنا اكو فد كونتروفرسي بالموضوع. اوكي بالضبط ماكو داعي اتعب المريضه واخليها تفكر زين انه هذا الشيء خطر. هاي ممكن اخليها على منطقيا احنا بنحكي انه ممكن نخليها على فولو اب. زين لذلك انا ايش اقول لكم هوايه بكل فروع الميديسن بالمانجمنت سواء جراحيه او سواء يعني باطنيه او سواء نسائيه او اطفال او اي فروع من فروع الميديسن الكلينيكال زين بالمانجمنت دائما ماكو فد شيء صراحه اسمه 1+1=2. اوكي الاشياء اللي احنا نتخذها لازم تكون يعني based on experience. ولذلك الexperience زين الexperience يعني الطبيب الexperienced هو يعني اكفأ بهواية من طبيب قاري كل الكتب زين بس هو ما لازم مريض وما مر بهيج كيسات. ده تفهموني شون؟ فيعني الexperience تلعب دور كلش كبير بكل الفروع زين وبأي قرار تتخذه. فإحنا بالضبط نسوي follow up مريح دا تكبر دا تصغر فشي طبيعي والأمور تمام زين كلها لا تخافين أنتي ماكو داعي. شفناها كبرت شفناها دا تتغير شفناها دا تصير suspicious بهاي الحالة إحنا ممكن نسوي لها cytology. بس أنا ليش دا تجيني مريضة بعدها young وعمرها 17 سنة 18 سنة وأني من هسه راح أخبلها زين لانه خصوصا هي تينيجر يعني تينيجر هم بلا شيء اصلا 24 ساعه لو ديبرست لو ما اعرف شنو لو من هذا هاي زين ويتاثرون بالمحيط وهسه شنو راح تقول لصديقاتها انه انا راح اموت زين وما ادري شنو. فاحنا ليش هيك راح نوصل لها فكره ماكو داعي نقول لها انت ما بيك شيء هذا شيء طبيعي بس مجرد تراجعين عليه. اوكي فنخلي هالشيء ببالنا. اوكي لانه راح يعني راح تحطوها في موقف سايكولوجيكال تروما زين وهي بعدها صغيره وكل حياتها بعدين راح شنو تتذكر هاي اللحظه اللي هو كانت عمرها 18 سنه 17 سنه والطبيب قال لها انه انت لازم هسه ناخذ لك بايوبسي زين وحتى بفتره البايوبسي هاي كم يوم على ما تطلع زين هي هاي كم يوم يعني prepared herself and her future life كلها رسمتها انه خلاص هاي انتهت الحياه وخصوصا هي بهالعمر الحرج. فما نريد انه احنا نسوي هاي يعني نتخذ هاي القرارات زين اوكي. فاذا نشوف شيء يشبه الفايبر ادينوما كلش اموره بالنسبه لنا يعني كلش بالكلينيكال اكزامينيشن طبيعيه بالالترا ساوند اجى طبيعي ويعني بناين او بالماموغرافي اجى بناين فخلص ليش اني فد شيء انفيسيف؟ لا ماكو داعي قولها بس follow up زين نطيها مثلا 6 months ونقول لها تعالي يسوي مرتله بعدين ده ما بي شيء نقول لها يعني او مرات حتى نلقى رايح وزغران ماكو اي مشكلة يعني بالموضوع زين اوكي. ولكن even ايش وقت احنا نضطر ان نسوي هذا الشيء؟ لما يكون عمرها فوق ال 25 لانه اقرو even if clinically obvious وحتى لو يعني بشكل clinical انت فحصته وحتى لو بالالترا ساوند obvious a biopsy should be obtained if the patient is over 25 زين
years of age, or إذا كانت أي أكو atypical feature on ultrasound بغض النظر عن الأيج, هاي ما لنا علاقة بيها, بس إذا كانت فوق 25 حتى لو كانت clinically and ultrasonically يعني ممكن أنه نأخذ لها biopsy بهذا الأمر. أوكي تمام. حد الآن صار أكو فهم على أنه يعني إحنا شلون ممكن نتعامل ويا الموقف. وطبعا إذا هي suspicious cytology مثل ما قلنا أو very large أو إلى آخره ممكن أنه احنا نشيلها. واحد او وحده مثلا تسال نقولها يابا انت ترى ما تحتاجين انه تشيليها. فرضا خليني اعطيكم في السيناريو بيشنت اجتي يعني كلينيكلي فحصتوها الامور مالتها تمام, الترا ساوند همين كلش اوكي زين, وهي قالت انه اني اريد اشيله خلاص, اني ما يعني اني اريد اشيله ما دا اقدر. نقول يا بتر ما بي شيء, لا أنا كل ما دا أحس هذا الشيء راح دا أتصور شغلات ودا نقول له أوكي إذا دا راح يعني يريحك نفسيا ممكن نشيله. فراح تسأل تقول زين شلون أشيله عملية يعني, أو هو يعني هي راح تكون متوقعة إنه عملية بس أكو alternatives. yes أكو alternatives هسه ماكو داعي إنه نفتح ونشيل. أكو مرات يعني high frequency ultrasound زين, أكو مرات حتى بس يجف نيدل كبيرة شوية large core vacuum biopsy system زي ممكن يشيله, واكو تجميد يعني كرايو ابليشن. فماكو داعي انه اكو مرات مو شرط انه اني يعني بالسيرجري, اكو alternatives to surgery لا اكثر ولا اقل, بس هذا اللي داريد اوضح لكم اياه يعني. انه مو دائما بالسيرجري ممكن ندمرها بالكرايو ابليشن يعني اللي هي بالتبريد, heating with high frequency ultrasound زين, اكو ثيرابي يسموه اوكي, او ريموفال يعني عن طريق فد بايوبسي سيستم اوكي. زين هسه اكو اي احد عنده سؤال على هاي القصص مال الفايبر ادينوم اللي سولفنا عليها؟ لو مفهومه كلها ممتاز. زين كلش ممتاز. مرات تشوفون كيس جاينت فايبر ادينوم زين, جاينت فايبر ادينوم عملاقة. طبعا هاي ايش وقت تصير بالبيوبرتي يعني, اذا وحده صارت عندها فايبر ادينوما وهي استوها بادي بيوبرتي زين يعني جوا ال 15 سنه اصلا اوكي اكزاكتلي نفسها البريست ماوس زين, نفسها البريست ماوس. هذا طبعا تسميه للي ما يعرفها بريست ماوس. مرات الفايبر ادينوما يسموها بريست ماوس ليش؟ لانه من تفحصوها شلون الفاره الصغيره ما تيجي ما تبقى بنفس المكان, تشرد تفلت لانه it's not fixed to anything يعني هي fluctuant, فيسموها breast mouse بالضبط اوكي. هاي تسمية اخرى زين. فمرات شنو اي راح نتمين من يا مكان ها من البريست ماوس اي غادة قالت هي مو نفسها البريست ماوس. فاي اكو تسميه يسموها بعض الكتب وخصوصا شو وقت اكو كتب مال باثولوجي زين يسموها بريست ماوس زين. ليش؟ لانه من انتو تفحصوها شلون الفاره تفلت من ايدكم هيك بالبريست, من تفوتون ايدكم تفحصون البريست تفلت يعني ساعه تروحي منها ساعه تروحي يسرا ما تثبت بنفس المكان حتى تفحصوها تفلت. ليش؟ لانه هي فلكتشوانت تتحرك اوكي, هي فلكشن تتحرك. فلهذا اكو بعض الناس يسموها بريست ماوس اوكي للتشبيه يعني هي نفسها الفايبر ادينوم اوكي. زين فاكو مرات جاينت فايبر ادينوم يعني تيجي في الفايبر ادينوم كلش كبيره فوق الخمسة سي ام اوكي ورابيدلي جروينج, بس هي نفس الشيء. فاحنا هنا بهاي الحاله زين, هاي طبعا شو وقت تصير بالبلاك بيبل اكثر زين. خلي أعطيكم هاي الكيس, شوفوا هاي وحدة جينا فحصناها لقينا نوعتها هاي فايبر أدينوما. شوفوا فد very benign breast mammography ده تشوفون شون فد شي كلش حلو وراوند والأمور مالته طبيعية وإلى آخره زين. هنا وعشون طلعناها فد شي كلش بسيط وإنكابسوليتد رأسا, ما يحتاج إنه لا نسوي dissection ولا شيء, بس نفوت سكوب وخلص زين, we scoop it out طلعها تطلع هي نفسها هي والكابسول مالتها اوكي. هاي شكلها اوكي فشي very benign
وكل شيء ما يسوي. لكن مرات تشوفون سهاية، شوفوا اولا ليش انا اولا هاي سامرة زين، فتميل الى انه هي افرو كاريبيان زين. هاي طبعا كنت لاكي انه لقيت هاي الصوره لانه تشرح هواي معلومات بنفس اولا هي يعني سامرة فتميل الى انه هي افرو كاريبيان زين. ثانيا بعد اشوف الديفلوبمنت مال البريست الطبيعي شنو بعده يعني بالمراحل الاولى مال الديفلوبمنت بعده مو فولي ديفلوبد بريست، يعني هاي هستوها باديه بالبيوبرتي زين. مثل ما قلت لكم الجاينت فايبرادينومز مور كومنلي وين بالافرو كاريبيانز وين بالبيوبرتي زين. شنو سبب الفايبرادينوما بشكل عام؟ الفايبرادينوما بالضبط هو عباره عن مثل ما هسه سولفنا سابقا زين، هايبربليجيا اوف ا سنجل لوبيول زين اوكي، اللي هي وحده من الاشياء اصلا اكو ناس يعتبروها من ضمن الاندي زين، مثل الابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت تصير في بعض الومن وما تصير في بعض في يعني البعض الاخر زين. حتى اذا تريدون استرجع لكم هسه صار الصوت احسن. الفايبرادينوما هي فد مثل الابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت، يعني هي وحده من الابريشنز اوف نورمال ديفلوبمنت نقدر نعتبرها زين، حتى بعض الكتب تعتبرها من ضمن هذا الشيء. اللي دي يصير هو بشكل عام انه هم هذولي الاشخاص دي يصير عندهم فد هايبربليجيا بالفد لوبيول معين زين، واضح الفكره. فهذا الهايبربليجيا اوف ذس لوبيول دي يطلع على شكل الفايبرادينوم زين اوكي. حتى اذا تريدين هسه نفس الشيء هنا لما تلاحظين هذا طبعا انا ما جايبه من بيلي، جايبه من غير كتاب. شوفي انه معتبر الاندي كلاسيفيكيشن معتبر الفايبرادينوما ابريشن اوف نورمال بروسيس اللي هي اللوبيولر اند داكتال ديفلوبمنت ديفينيشن، فهي عندهم فد مشكله بالديفلوبمنت لا اكثر ولا اقل زين. فحتى اكو ناس تعتبرها من ضمن الابريشنز اوكي. فنرجع لموضوعنا اللي هي موضوع الجاينت. فهذا الجاينت كلش كبيره هسه هاي، فشلون شالوها؟ سب ماماري انسجن اوكي، يعني انسجن جوا البريست سب ماماري انسجن وانشالت. وطبعا عاده هي مين تنشال هاي الصغيرونه؟ تنشال انه نسوي فد انسجن هنا حوالين الاريولا زين، فد انسجن بسيط يشيم الاريولا اوكي، سيركم اريولر انسجن يسموه، ونفوت ونشيلها وخلاص نسوي لها سوتشرنج بسيط وذاتس ات زين. في حاله انه نريد نشيل هاي الصغيره مثلا حتى ليش من هذا المكان حتى لا يخرب الشكل مال البراست، لا يصير بيه فد سكار او فد شيء اوكي. لحد الان اكو اي احد عنده اي سؤال؟ لان احنا عندنا بعد 2 سلايدز فقط زين، عندنا موضوع واحد بقى ان شاء الله بالنسبه لليوم اللي هو الفلويديس تيومر. فاكو احد عنده اي سؤال على الفايبرادينوما؟ اوكي اي نعم. شون يعني؟ ها قصدك الفايبرادينوما ممكن تجي أكثر من واحدة لو بس واحدة؟ آه ممكن إنه تجي أكثر من واحدة يس زين، ممكن تجي أكثر من واحدة بس عادة هي تجي discrete and يعني السوالنج يكون يعني unilateral وsingle. بس هل أكو possibility؟ يس أكو possibility تجي واحدة عادة مثلا 2 fibroadenomas زين، ماكو أي مشكلة بهذا الموضوع. mostly يعني the most usual presentation or the most common presentation هو إنه تيجي واحدة عادة discrete mass فقط واحدة. okay بس yes it can be أكثر من واحدة. لا ال incision مال B أنا شرحت لكم على هالصورة. B هذا مو حول الأريولا. لا شوفي أنت من عندك هيجي mass صغيرونة زين، نادش هيك ماسة صغيرونة تجين تفتحين حوالين الأريولا
من هنا يصير حوالين الأريولا، تمام؟ ضايع على المؤشر، زين؟ هنا الانسجن هيك يصير بالضبط. بس هنا لأنه بعيشون جاينت تيومر، جاينت، فنضطر أنه هاي يطلع من هنا إذا أفتحها، طبعا ما يطلع. فمين أضطر أفتحها؟ من جوه البرست. هذا الشيء يسمونه سب ماماري انسجن، سب ماماري انسجن، أوكي؟ تمام؟ لا painless، تجي painless، فايبرادينوما is painless، أوكي؟ مفهوم هسه زهراء؟ الانسجن، فكرة الانسجن، yes، أوكي؟ الفايبرادينوما هي painless، زين، أوكي. أكو أحد عنده سؤال ثاني؟ تمام. هسه نحكي على الفيلوديز تيومر. طبعا الفيلوديز تيومر انتو يعني هسه واحد اول مره واحد يقراها زين راح يقول ما ادري ليش حاطيه من ضمن البناين، زين يعني شكله كلش مالجنت، صح لو لا؟ يعني شكله كلش مالجنت. هسه افهمكم ليش يعني، او هو شنو سالفته يعني بالضبط. هو يعتبر بناين الفيلوديز تيومر، يعتبر يعني كانوا قبل اللي يسمونه السيروسيستيك ديزيز اوف برودي، زين، او سيستو ساركوما فيلويديز. هسه تقولون سيستو ساركوما، زين، يعني اوكي، يعني هو سيستيك وهو مالجنت ساركوماتس. بالحقيقه هو لا هو سيستيك، زين، ولا هو ساركوما، تمام؟ انتو اكيد قارين بغير اماكن، يعني اكو هواية مصطلحات بالطب لحد الان ما متغيرة. يعني مثلا يسموه سيستو ساركوما فيلويديز، لا هو سيستيك تيومر، زين، ولا هو ساركوماتس، زين، اوكي. هو عبارة عن سوليد تيومر، عبارة عن سوليد تيومر. وين يصير؟ بالفيميلز الكبار فوق الاربعين سنة، فكلش كلش هيوج هذا التيومر، اوكي. والسيرفس مالته يكون منو ماكل نستلة هاي تشوكلت بابلي، منو منكم مجربها او شايفها؟ بالضبط، هي بالضبط مثل البابلي بوس، يعني السيرفس از بوسليتد سيرفس، زين، يعني وحده فوق الاخرى، تمام، ومثل الطابه وهيوج كتيومر، زين. بس هو شنو؟ بحيث من هالقد ما هيوج يضغط على السكن من الداخل، يضغط على السكن من الداخل بحيث يضغط على السكن يسوي نيكروسس بالسكن، زين، يسوي ulceration ونيكروسس بالسكن، لانه من هالقد ما هيوج ده يضغط على السكن من الداخل، اوكي. بس ويا كل هالاجريسيفيتي مال التيومر، من انتو تجون تلزمو موبايل ويتحرك على الشست وول كأنما فشي بناين، أبد ملاطش نهائيا، زين. فهذا التيومر ما يعني ما دا يعرف شي يريد صراحة، زين. لا هو اللي دا يجي ينطيني فكرة انه هو تيومر فعلا، يعني زين هيك شي يعني دا يسوي لي. طبعا هسه تقولوا لي ايش معنى انه اذا هسه انا اشوف هيك كيس رأسا اقول عليه فلويديز تيومر؟ اقول لك لا، مو رأسا، واحدة من الدفرنشالات راح يكون في الهوديز يعني تيومر، بس واحدة من الدفرنشالات الأخرى هي أنه كانسر وصار اكستندد للسكن، لا تنسون، زين. بس هاي كصورة إذا مثلا تيجي بالمحطات أو في شيء تكتب دفرنشال، ما تكتب في الهوديز، حتى لو هي أنت شايفها بالكتاب أنه هي في الهوديز، أوكي، تقولي أما في الهوديز تيومر، وقبلها المفروض شو تحط؟ تقول أنه extension of malignancy، منطقية أكثر، صح لو لا؟ ما تشوف التهيج في شيء تقول هذا اكيد الكانسر بادي ينتشر للسكن، هذا انت المنطق يقول لك هيك. بس انت معلوماتك ايش راح تقول لك؟ تقول لك لا لحظه، هذا ترى فيلوديز همين، اوكي. فالفيلوديز هو تيومر كبير بالحجم، بوسليتد سيرفيس، يصير بالاولد بيبل، زين، ديسبايت السايز الكبير مالته والالسريشن اللي دا تصير، هو يبقى موبايل اون ذا تشست وول، اوكي. عادة لما ناخذ واحد يجي يسأل يقول أوكي خلي أخذ منه بايوبسي، إيش تتوقعون بالهستولوجي إيش يطلع؟ أغلب الحالات بالهستولوجي تطلع تشبه منه، تشبه
يعني هيستولوجيكلي تشبه الفايبرادينوم زين اغلب الحالات، لكن اكو بعض الحالات بيها هاي ميتوتيك اندكس يشبه ال او يخليني اشك بمالجنسي زين. بس مثل ما قلنا هذا من يطلع بيه هاي ميتوتيك اندكس ما اقول عليه مالجنسي زين، ما اقول عليه مالجنسي. ومثل ما قلت لكم despite the name of cystosarcoma phalloides they are rarely cystic and only very rarely develop features of sarcomatous tumor. زين لا هي cystic كلش غير انه تكون cystic وكلش غير انه هي تكون بها features of sarcomatous يعني tumor. هي benign بس شكلها malignant. هي benign بس ممكن تصير بيها متاستاسيس بالبلد. تخيلوا يعني ستتسألون نفسكم تقولون وين البناين بالموضوع؟ هي بناين حاس بيها على البناين بكل كتب الجراح زين. هي تصمت المريضة لأنه كلش تيومر كبير كلش تيومر أقلي زين يعني تأذي المريضة لأنه ulceration وinfection ودنيا وبنفس الوقت it's benign it's mobile على chest wall الأمور الطبيعية ممكن أنه نشيله زين. وحتى مرات it may reoccur زين. هاي benign مسوي نفسها malignant بالضبط أوكي. حتى مرات عمود الهالوين ها هذا اللون الأحمر والأسود شنو هذا ulcer هذا ulceration من هجد ما هي كبيره زين. هسه احنا اذا نضغط على السكن من برا اذا نضغط على السكن من برا ايش راح يصير؟ اذا نضغط عليه من برا راح يصير وفتره طويله راح يصير ulcerated زين مو صح ويصير نيكروسس. فهنا نفس الشيء بس شنو بدل ما تضغط عليه من برا تضغط عليه من جوا بدها تسوي براشر نيكروسس. براشر نيكروسس هذا كله ulcer وبراشر نيكروسس تمام اوكي زين. لا ماكو داعي اذا اردت تشيليها زين طلعت هي it's benign حتى لو it can metastasize these may metastasize via the bloodstream بس ماكو داعي انه it's benign. التريتمنت الوحيد هو اذا كانت اي اوكي بس قول لي من يا مكان بالضبط حتى اعرف من عيد. هسه افهمك اذا يعني هسه افهمكم شلون التريتمنت زين. هو تدريجيا راح يكبر. لا ما تلاحظه مو في ليله وضحاها تقعد يعني تنام وتقعد تلقى نفسها عندها مثل السوكر بول زين. لا ها اخر شيء مال مايتوتيك اوكي راح اعيد. انت بالهيستولوجي من تاخذ هيستولوجي مال هيجي تيومر تلقى انه اغلب الحالات هي شنو اغلب الحالات هي حالات وتشبه الفايبرادينوما بالهيستولوجي لكن اكو بعضها ما اقول عليها مالجنت لا بس بيها هاير مايتوتيك اكتيفيتي بيها هاير مايتوتيك اندكس زين بس هي مو مالجنت. فهنا احنا من نلقى هذا الشيء يعني هذا معناته انه اكو حتى لو نشيلها ممكن ترجع ات مي ريكر لوكالي اوكي. فنخلي هذا الشيء بالنا. المريضة ليش اتأخرت؟ صراحة هذا يعني المفروض انه هي تراجع عليه من البداية لانه هذا يعني neglect يصير. هو انا ما اقول لك انه هو مو fast growing لا هو fast growing مو كلش slowly growing زين. بس هي اذا تبدي من اذا تبدي البيشنت تلاحظ انه البريست مالتها صار كلش كبير مقارنة بهذاك البريست وبدت تتأذى زين من السكن مالتها قبل ما توصل الى مرحلة الألسر مفروض تراجع. بس هاي هواية انتي patients يعني انتي patients مرات والله يحيرون الواحد زين. يعني انا شايف patients بادي عنده مثلا gangrenous toe زين ومراجع عليه الى ان واصل مرحلة انه رحاهي خلاص amputation وsepsis والدنيا محترق زين وكان يقدر يراجع عليه ونحلها بمسألة كلش بسيطة. بس patients مرات يعني مرات هو يهمل نفسه بنفسه زين مرات البيشنت يهمل نفسه بنفسه. فهي المفروض ليش تأخرت صحيح سؤال كلش فاليد يعني هذا
تأخرت لأنه هي المفروض أنه ما تتأخر. يعني صراحة المفروض أنه من تبدي تشوف يصير pain زين. لا بالبداية ما بيها pain بس من تشوف swelling. وهي شرح تصير راح تبدي تشوف البراست كلش تبدي هذا ينمو زين أكثر من هذاك البراست. أكو patients ما يعني يقول لك أوكي ها هي عوفة زين إلا توصل إلى مرحلة البين زين إلا توصل إلى مرحلة البين يلا أوكي. هي مو تتحول إلى malignant ما نقدر نقول عليها malignant they are benign. لكن شنو صفة المالignancy؟ أنت مثلاً هسه شلتها زين شلتها أنت مو المفروض البناين تيومرز لما نشيلها خلاص هاي بعد بالنسبة لنا ما ترجع صح ولا لا؟ مرات ترجع يعني بس أغلب الحالات. فأنت تشيلها هاي الفيتشر اللي يعني مال المالignancy هي ما نقدر نقول عليها مالignancy بس هاي الفيتشر مال الهاي ميتوتيك إندكس تخليها تصير شنو locally recurrent مرات ترجع أكثر من مرة زين. بس هي كمالignant لا يعني كمورتالتي ومالignancy ومدجن لا هي تعتبر بكل كتب الجراحة يعتبروها ويصنفوها من ضمن البناين تيومرز زين. لكن هي aggressive benign yes they are aggressive benign tumors زين they are aggressive benign tumors هم ما نقدر نقول عليهم malignant أوكي. فشن دا أقول المي على أنه إيه مرات البيشنت تهملها تقول يلا أوكي هاي خلاص خليها ما تهتم بيها إلى أن توصل إلى مرحلة البين زين. أنت من وصلتي إلى مرحلة البين اللي بالبداية زين يعني أنت قوما راح يصير نيكروسيس مباشرة زين لا ممكن تلزم وتحس بحجم الماس تحس مثل الطوبة زين أوكي ده تفهمين شلون. فمرات إلا لما تبدي تتأذى يلا تجي زين مرات إلا لما تبدي تتأذى يلا تجي وبالتالي يعني هذا هاي القصة هستي هاي ده تشوفها قدامك يعني شوف بدأت تتأذى وهاي كلش نقلكتد يعني زين. ومرات حتى يعني صراحة تشوفون old women مو شغلة انه يعني أنا I think personally من my simple experience أنا أعتقد هاي الكيس من أخذوا لها صورة زين أنا أعتقد هاي الwoman neglected يعني شكلها من البرايس انه she's old زين. اعتقد هاي مثلا حاطيها بهوم او الفاميلي مالتها neglected her الى ان وصلت الى هاي المرحلة I think يعني personally زين. فأكو هيك قصص يس تسمعون كل انواع القصص اللي من الممكن تكون كل انواع القصص ممكن انه يعني يسمعوها اوكي. شلون تفرقين ما بينه وما بين الفايبرو خوش سؤال. اذا هي بالبدايه ماكو ممكن انه ما تفرقين ما بيناتهم يعني زين يعني اذا هي جايه كلش بالبدايه عاده طبعا هو لما ينمو بطريقه لارج زين بس هو يشبه حتى بالهيستولوجي يشبه الفايبرودينوم اوكي بس يعني رابيدلي جروينج فايبرو تكون صغيره هذا يعني مباشره من تبدي تحس بيه هو تحس بيه الماس اكثر من حجم الفايبرو يعني اكثر من 3 سنتيم ممكن اكثر من 5 سنتيم زين. ففرق الحجم فرق الايج انت لا تنسين يعني قبل كل شيء فرق الايج يعني بالوحده كبيره بالعمر افكر فايبرو طبعا لا يعني فايبرو افكر بيها يعني ما جول 25 سنه زين اوكي سي هنا انا اوفر ذا ايج اوف 40 فاصلا انا تجيني وحده هيك ما افكر فايبرو ده تفهمين. فانت عندك هوايه لازم تبدين تشغلين عقلك الكلينيكال تبدين تفكرين هذا يعني مو فايبرويدينوما زين و ايه لانه شيز اولد ولانه ممكن بالضبط هو حجمها عمر المريضه قبل كل شيء حجم الفايبرو اوكي والجروث اللي هو ده يكون كلش رابط. وإضافة إلى ذلك من تلزمين الفايبرو تحسيها سموث من تلزمين هذا تلقيها شنو unevenly bosselated surface مثل ما قلنا مثل البابلي. فأكو بعض الأشياء شنو تخليها ببالج تجي ويا الفحص وتجي ويا الاكسبيرينس زين أوكي واضح هسه الفكرة بالنسبة لكم كلكم. أكو واحد عنده أي سؤال الجاينت بالضبط young and black بالضبط مثل ما هسه شفنا بهاي الصورة هاي young and black تمام.
أوكي ممتاز. فهسه هاي شلون راح نسوي لها تريتمنت؟ The treatment is يعني أنتوا تتخيلون شوفوا هاي إيش كبرها؟ أنا إيش قلت لكم هاي كلش كبيرة مثل الطابة بس هي تتحرك ويا البريست. فأني بس sub mammary incision وممكن I scoop it هيك هيك مثل السكوب أفوت إيدي زين أو أفوت أصابعي وخلاص أطلعها هي سكوب I scoop it يعني في يعني dissection بسيط ممكن أسوي I scoop it out زين. فممكن انه enucleation انت when you scoop something يعني هذا مصطلح الجراحي احنا مو سكوب المصطلح الجراحي هو enucleation يعني اشيله هو والكابسول مالته زين. بس مرات يصير recurrent tumor يعني هذا التيومر يرجع مو قلنا وحتى لو بناين بس يتصرف كمالجنت يتصرف انه يصير بي recurrence دي يصير very massive tumor لدرجة ان دي اذي البرايست وهي وهي old وبعد ما تتحمل هذا الشيء. فبهاي الحالات ممكن نسوي ماستكتومي زين اوكي. واذا شفنا انه بيها associated malignancies زين اذا شفنا انه بيها associated malignancies او بدينا نشوف حتى بالهيستولوجي بدينا نشوف هي فيلويديز بس شو هاي شكلها يعني هيستولوجي شكلها malignant ان انا بهاي الحالة ممكن نشيلها. ايش قد نسبة انه ترجع انت من شلتي التيومر الاساسي من شلتي التيومر الاساسي ما بيها فد نسبه معينه بس خل اقول لك فد نقطه من شلتي التيومر الاساسي طلعتي النيوكلي خلينا نفترض انه كان حجمه هالقد زين. فانت طلعتي النيوكليشن خلاص اي شيء تطلعي من الهيومن بودي لازم تدزي على هيستولوجي صح ولا لا. فدزيتي طلعت بي هاي مايتوتيك اندكس مثل ما سولفنا قبل شوي زين. فمن طلعت بي هنا هاي مايتوتيك اندكس تقولي لها للمريضه يابا انت هسه احنا خلصنا بس من الممكن انه ترجع ياس ممكن زين. اما اذا طلعت لا فيعني نسبه ضئيله انه ترجع بس يعني possibility yes possibility بس ما بيها فد نسبه معينه زين. حسب يعتمد على حسب الميتوتيك اندكس من تنتشر للدم يعني they may metastasize وتروح الى other يعني body parts بس هل هي significant؟ لا ما راح تكون significant الا اذا كانت بيها malignancy زين. ممكن تسوي other يعني الا اذا كان بيها خلينا نقول features عاليه او features قويه of malignancy من الممكن شنو تروح وتسوي لنا فد other tumors زين تكتشف بغير طرق زين يعني بغير clinical scenarios اوكي. فدي ما متاسس بس اذا هي ما بيها وحتى لو متاسس ما راح تسوي فشي. واذا سوت tumor يعني ما نعتبرها malignant لانه انت المالجنسي هي مو كل هاي مايتوتيك اكتيفيتي هو فشي مالجنت تستمي شلون يعني هذا بال لما احنا لما نحكي على موضوع الكانسر بشكل عام بالجراحه ومن نحكي على الهيستولوجي الهيستولوجي اوف كانسر زين. كانسر بي لازم اكو يعني وصل الى مرحله الديسبلاجيا زين اوكي ده اكو في الديسبلاستيك تيشو فالتيشو does not resemble the normal tissue اللي surrounding it. بس إذا تيشو طبيعي خلايا طبيعية لكن دا تشوفين إنه بيها أكو هواية خلايا بيها ميتوسيس ما كده تنفصل وبيها high mitotic activity تقولين هذا التيشو is active مو malignant is hyperactive. فلما يكون تيشو hyperactive تتوقعين إنه هاي الhyperactivity راح تولد غير تيشو فراح تتوقعين إنه يرجع يصير recurrence بس مو شرط يكون malignant يعني malignancy sorry okay مفهوم الفكرة تمام. فيعني الهاي مايتوتيك اكتيفيتي هي ترى مو يعني مو سينونيم للكانسر هذا واحد وهذا واحد اوكي. فاحنا بالنسبه ان السيشن مال اليوم خلاص ان شاء الله هسه اي واحد عنده اي سؤال لو فهمتوا كل شيء ان شاء الله باتشر يعني نتناقش بال ماكو اي مشكله زين ان شاء الله ان شاء الله باتشر نتناقش بالبريست يعني نبدي بالمالجنسي زين. وبالنهايه من نخلص ممكن نسوي questions